الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، آخر الهمسات النبوية. فلما اشتكى صلى الله عليه وسلم وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها غشي عليه، فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. وفي رواية صححها ابن حبان فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. في يوم الاثنين في ذلك اليوم في وقت الضحى سوكت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: وكانت عنده ركوة من ماء، كان يأخذ الماء ويمسح وجهه الشريف الأزهر وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم تقول عائشة: فنظرت إليه ينظر إلى السقف وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فقبض الله عز وجل روحه الشريفة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فلما تيقنت عائشة أن رسول الله قد مات وضعته على الفراش وسجت وجهه وغطته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهكذا خرج الروح الطاهر من الجسد الطاهر. نعم، مات رسول الله، مات أفضل خلق الله، مات من خلقت الدنيا لأجله. ومن آخر الكلمات التي همس بها النبي صلى الله عليه وسلم في احتضاره ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره وما كان يفيض بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ويأتي يوم الاثنين، فبينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وأرخى الستر فكانت آخر ابتسامة يراها المسلمون منه صلى الله عليه وسلم، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى كما جاء في صحيح ابن حبان: أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم فمات.
تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: توفي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحنيني شاهد أنت يا طه المصطفى.